السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ إكرام. اليوم في وصفة لاباط فويتي، هي العجينة المورقة لشهر رمضان الكريم إن شاء الله. راح نبدأ نديرها قدامكم. هنا عندي 500 غرام فارينة تاع ماما، هنا عندي ماء بارد ومغرف كبيرة خل، و10 غرام سكر، 10 غرام ملح، و300 غرام زبدة التوريق تاع صالحة، هذا النوع هي 500 غرام. انا نقصت منها ندير غير 300 غرام. هذا الكميه راح تخرج لنا واحد هكا كيلو. انا راح نبدا بسم الله، راح نحط السكر والملح تاعي، نخلط ونزيد الخل. الخل نديرو مغرف تكون كبيره، كما على بالنا الخل هو اللي يخليها تقعد لنا مده اطول. راح ندير مغرف تكون معمره كما راكم تشوفوا هكا، نحطها نخلطها ونبدا نلم بالماء، ما نديروهاش طريه بزاف. راح نخليو العجينه تاعنا تكون يابسه شويه باش ما تعبناش من بعد في التوريق. بسم الله، هنا الماء يكون بارد ودافي ما هو سخون. كما راكم تشوفوا نلم فيها فقط، نهز في هذو اللي راهم هنايا هكا، ونحي هاد الزوائد اللي قعدوا لي في يدي. كما راكم تشوفون هنا العجينة تاعي راهي تلمت لي، راح نتحصلوا على هذا القوام. شوفوا ما هي جارية بزاف، نخليها تروبوزي ربع ساعة 15 دقيقة ونوليكم نعطيكم طريقة التوريق. انا رجعت لكم هنايا البنات بعد ما روبوزات العجينه تاعي كما قلت لكم 15 دقيقه، هي ربع ساعه هاي زاد ترخبت. شوفوا كيف جات هكا. انا راح نبدا نحط الفارينه تاعي هنايا، هي اللي راح تعاوني. نرش الفارينه ونحطها هكا، الفارينه راح نحتاجوها هنا، هي اللي راح تعاوننا. نحلوها دائرة نورمال. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترن. نجيب زبدة تاع التوريق تاعي ونربيها في النص في الرقيق، في هذا الرقيق حاولوا نديروا هنايا مستطيل. هنا عندي 300 غرام، نذكركم 300 غرام زبدة التوريق. هاكم تشوفوا البنات هنايا كيفاه درت لا مارغارين تاعي.
ربيتها وحطيتها في الوسط على شكل مستطيل. انا دوكا كيف راح ندير، نحاول نحل هذا شويه، نزيد نحلها شويه. راح نسكر عليها، نجيب هذه هنا، ما راكم تشوفوا في الحواشي من فوق ومن تحت، نضغط عليها هكا، نزيد منها، نضغط هنايا في الحواشي، كما تعرفوا العجينة المورقة راح تتعب شوية، تحتاج فيها جهد، هكا. شويه فارينة منه. ديما الجهه هذه اللي فيها المطبقه هذه ديما لازم تقابلنا حنايا. نحلها على شكل مستطيل، طريقتين في التوريق تاعنا. كاينه طريقه مزدوجه وكاينه طريقه سامبل. الطريقه المزدوجه اللي هي نجيبوا الطرف هذا هنايا والطرف هذا هنا، نقابلوهم لبعضهم ونزيدو نقلبوها هكا ونخدمو. اذا خدمنا هذه الطريقه راح نديروها ثلاث مرات نعاودوها ثلاث مرات. واذا خدمنا بالطريقه السامبل اللي هي هذه، طريقة سامبل اللي هي هذه، نجيبو هذا هكا، هذه إذا خدمناها بطريقة نخدموها ست مرات. أنا راح نخدم الطريقة المزدوجة، منها ما تعبنيش بزاف ومنها نوفر الوقت. راح نجيب هذا هنا هكا وهذا هكا، نسكر هكا، وهذا المطبق ديما نقابلوه عندنا هاك، ونحل مستطيل. كما قلنا هذه نجيبوها منا وهذه نقابلوها منا من بعد هاك. وديما هذوك الاطراف قلت لكم نقابلوهم عندنا. كما راكم تشوفوني كملت التوريقه تاعي الثانيه، وكبقات لي غير المره الاخيره فقط نفس الشيء. نجيبو هذه منا، نزيدو نقابلو لها هذه منا هكا، هذه هي المره الاخيره. نحلها.
ما تقلبوها راح تسهل عليكم العمليه شويه اللي تمشي لكم. كي تحسوها ماهيش تمشي قلبوها. راح نزيد نطبقها برك. باش تشوفوا كيفاش جات لي النتيجة ونمسح منها البلان دو طرافاي ونجي نقسمها قدامكم. هاي ليكم البنات، انا كملت لاباط فيتي تاعي كيما قلت لكم. شوفوا الطريق تاعها، ندير لكم الفلاش برك باش يبان لكم. هاو التوريق تاعي كيما راكم تشوفوا، هاو التوريق تاعي هنايا ثاني كيما شفتوها سهله. راح نزيد نقسم هنايا قدامكم باه تشوفوها طريقه سهله وناجحه. هاي ليكم نشوفوا التوريق تاعها. انا هنا البنات راح نخبيها في هذا الساشيات، راح نحطها هنايا كيما راكم تشوفوا. نقسمها على اربعه ونحط كل طرف وحده هكا بهذه الطريقه، ونحطها في الكونجيلاتور. نهار اللي نبغي نخدم نخرجها دي كونجلا شويه برك ونخدم بها. انا نخليكم البنات ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، سهله وناجحه. انا ديما نعملها وبقات برك نقول لكم ابوني وبارطاجيو البنات اللي جاو جدد، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. البنات اللي جاو جدد ثاني ابوني للقناه. انا نخليكم صحه رمضانكم في الوصفه الجايه ان شاء الله. لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان